يا هلا والله مرحبا، يعني عدنا بحلقة جديدة من لعبة بلانت كرافتر. عدنا يا عيال وفي ابديت جديد. يا عيال احنا الحين مفروض في البريدبل اتموسفير، هذا الستيج احنا فيه، هذا ضمن الابديت الجديد. النكست ستيج بيكون الاسماك، فالمفروض الحين اذا طلعنا برا نقدر نتنفس. يا عيال نقدر نتنفس، يا عيال نقدر نتنفس، رجع الاكسجين يقلع في القوة. أخيرا قدرت أتنفس، قسم بالله شيء يضيق الصدر أول. صرت قدرت أتنفس في عالمنا يا عيال، وأخيرا. طيب أضافوا أشياء حلوة في اللعبة، من ضمنها الكرافت أو شيء لو سمحت، يعني نسيت شلون أتحكم. كرافت وسمي مرود هذه جديدة الظاهر، ما كانت في قبل بس إن شاء الله إنه إيزي. ما في شيء هنا أشوفه جديد، يعني تير 5 باك باك. أنا اللي معي وشو؟ تير 5. طيب هنا أضافوا شيء جديد، شو أضافوا؟ بوتس. لا 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 برضو مو هنا. ايوه هنا 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 اضافوا شيء اسمه اوتو كرافتر. اوتو كرافتر، هلا والله هلا والله. هذا يا طويل العمر السلامه اذا حطيناه اي شيء. وش هذا؟ سلك جنريتر، واحد حق الدود صح، ظهرني بانيه هنا الظاهر. كاني بنيت السلك جنريتر قبل، والله ما ادري. المشكلة انه بني الناس وين حطيته. المهم هذا لو بنيناه راح يصير يسحب لي الاغراض وجينا نبني اي شيء. اول شيء خلينا نبني نجربه. نحتاج هذا، ونحتاج سوبر الوي رود الظاهر. ايوه هذا سوبر الوي رود. حلو، هذا وضع الدود اللي عندي هنا حق البترفلاي. طيب الحين نجي طبعا السلامة نقول عطنا هذا الحلو، واي شيء في الرينج حقه. شوفون الدائرة الخضراء، أي شيء في الرينج هذا راح يسحبه يبني لي. يب، يعني أبجي هنا بقول أوبن، بقول له والله يا حبيبي أبغى، لا مو من هنا، أبغى من هنا. وش هذا؟ يوه هنا أقول والله يا طويل العمر السلامة أبغى سوبر اللوي. شوف شوف قاعد يسحب لي، يسحب لي، مو يسحب لي، يسحب لي ويصنع لي أوتوماتيك. وقف تكفى لا تصنع، وقف وقف. اها هذا ايش؟ فيوجن انرجي سيل. اوكي ما نبغى، بس لازم تكون موارد موجوده في الصناديق هذه. تشوفون الصناديق اللي هنا، شوف 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 كل هذه الاغراض يا حبيبي. لو بغينا يصنع لي مثلا هاي كواليتي فود ما ادري وشو، بدل ما اروح اجمع الاغراض طق 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 طق، لا ما يحتاج. من هنا اضرب صلح، صلى الله وبارك. اقرا افل، هذا يفك ازمه الصدق. اهم شيء الحين عندنا يا عيال الاكسجين. يا سلام يا سلام، أضافوا أشياء جديدة يا عيال. نعم، أول شيء أول شيء أول شيء، احنا كالعادة كل ما رجعنا اللعبة بعد أبديت نروح نشيك إذا فتحوا لنا شيء جديد هنا ولا لا. بسم الله، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. أوكي بس في أشياء جديدة، وين الحين نوريكم. أوكي خلصنا هذه كلها، نايس. الحين نجي هنا نقول وين الشيبس حقتنا، أنا محطوط فيها هنا الظاهر. أيوه تعال بلو برنت، خلينا نسوي لها ريسيرش، ممكن يفتح لنا شيء جديد. ديكود شطانة، مايكرو شيب كونستراكشن منيو فلتر. اوكي وش بعد؟ بس شيء واحد جديد، مايكرو شيب نظيفة هنا، ويصير يعطيني فلتر للمنيو. وش الفائدة منك؟ خلنا نصنعه، ما ادري، يقول انه يخبي لي اشياء في الصناعة لو تير، يعني مثلا هنا تير 1 تير 3 ماذا كلها يشيلها المفروض. خلينا نجرب وينه هذا هو. بسم الله، اي والله شوف حاط لي بس وين وين حاط لي بس وينه هيت تير 5 بس حاط لي. هذا جديد علينا ذا صح؟ هذا ما سويناه قبل. اقدر اصنعه؟ تعال اعطني ذا. شو يحتاج هو؟ يحتاج وقف 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 وقف. انا عارف وش يحتاج، ليش ما اصنع بنفسي؟ تعال اعطني هذول، يحتاج هذول وينه؟ هنا. حلو والله عندي كثير. وش بعد؟ ناقصنا اكسبلوسيف. اكسبلوسيف ظهر عندي مخزن انا، الحين ما اقدر اروح ورا. نايس. طيب اعطنا الاكسبلوسيف، سوي لي لو سمحت ثلاث حبات ارجوك، يعني فضلا لا امرا. نبغى نصنع الهيتر تير 3 حالا بانا. اوكي قبل ما يصنع هو طال عمره، خلينا احنا نحط الاشياء اللي ما نبغاها. عندنا هاني الى الحين ما ادري ايش فايدته الصدق، بس نحط هذول هنا. عندنا دود مره واجد، وعندنا هذول الحلوين. واو من زمان المنظر اللي برا يا شيخ، يا الله من زمان صدق. تعال انت اقدر اخذك ولا لسه ما استويت؟ لسه. اي وقف لا تقعد تصنع زياده انت، يرحم لي والديك. وقف
ما صنع لي شيء للحين. اوه يقول ما في المكونات، يحتاج سلفر وريديوم. مشكلتي في السلفر انا داري، وريديوم بعد مخلص. ما اتفقنا على كذا يا شباب. طيب في عندي هنا واحد وهنا عندي واحد، بكيد بسحب وحده يا شباب. ما في ولا واحده هنا محفوظه يمين يسار. تعال بقلة تتب. طيب حلو حلو، مو مشكلة. نحتاج وشو يطلع سلامة، نحتاج عشان نصنعه سلفر حبتين وريديوم واحدة. ريديوم موجودة هذه بس سلفر ما فيه، فنروح نجمع سلفر. عندي مكينة سلفر تجميع، نروح نشوف نجيب منها ونجي. ايش رايكم؟ يب ليتس جو. خلينا ننزل الاغراض هذه اللي ما ابغاها هنا عشان الزحمة، ناقصهم بس يسوون ستاك اب للاغراض والامور تكون زي اللوز، بس للاسف ما في الان ستاك اب. تعال عطني الاكل هذا المغار الطريق. وش هذا؟ شنو رميت؟ تعال حبيبي خليك جوا هنا. اوكي فضيت الشنطة تماما، اعطونا بس شيء وراني حاطين وراني ملخبط ابو الاماكن بعد. تعال مو مشكلة، اعطونا بس اشياء ناكلها للطريق يعني، لان اتوقع مشوارنا بيكون بعيد. الحين ما عندنا مشكلة احنا بالهواء، نقدر نستكشف زي ما نبغى، خصوصا انهم فتحوا اماكن جديدة. السلام عليكم. اول مكان ابغى اشيك عليه عند السوبر الوي. بسم الله ودني. احتاج اي ابغى تيليفورت. تعال خلينا نسوي هذه شارد. شلون من هنا؟ الظاهر هنا. لا شلون نسويها؟ اي فوق. تعال فوق عند هذه، نجي هنا يطلعون سلام، نحط هذا ونقول يلا كسره. ورا ما اعطاني اللي ابغاه، ما اعطاني هذه ليه؟ ريسايكل اكبلسر كوارت عشان ناخذه. طبعا انا سويت ريسايكل ولا اعطاني. هل الحين ما عاد يحتاج؟ والله شكله ما عاد يحتاج. ما عاد يحتاج، نايس. ها صار تلفونه يشتغل على طول. هلا ابوي. اوووي القوه، كيف حالكم يا حبيبي؟ وخر البوابه تكفون. فتحت البوابه؟ لسه ما فتحت البوابه للاسف الشديد. طيب. خل نروح نجيب السلفر على العموم وندور المناطق الثانيه، نشوف ايش ممكن نلقى، نستكشف منا. شلون هناك في مكينه سلفر، مفروض مكينه تحفير. ان شاء الله اني ما شلتها قبل. يب ما شلتها. هلا ابوي. نيو مسج ريسيفت. كيف حالك يا حلو؟ تعال عطني كل شيء، رتب. يلا شيل الاشياء اللي ما نبغاها، تنقلع ولا ترون. تعالوا يمكن احتاجكم بعدين اذا مره يعني توهقت ولا شيء. رميت هذول. طبعا هنا في زياده سلفر اقدر اخذه. والله صوت مزعج كان ذا، حسيت اني كنت اصارخ قبل شوي. ايوه هنا سلفر، تعال. ما اقدر والله شوف انا بروح عند الشلال يا عيال. يب لابد اول شيء نشوف الشلال، هو الزبده. اوه هلا والله، انت فاضي ولا جددوك؟ والله جددوه وحطوا فيه اغراض جديده. نايس. الصناديق يعني يبغى لي اشيك عليها لان حطوا فيه اشياء جديده. حلو. ايش هذا؟ تشوفونه الازرق هذا؟ ايش يبغانا نروح نشوفه؟ هل هو بيتي؟ يالله يقلع بفلة، ما احتاج اكسجين. يالله تمشي وانت مرتاح. ايوه ركينا فوق، ما اتوقع بلقى شيء الصدق. هنا الحطام صح؟ يب هنا الحطام. عطني رجعوا. خلاص اخذنا واحد من هذي باودر، مو باودر اي لا ما ادري اكسبلوسيف زبده. نقدر الحين نسوي حقه الهيتر. اهلين بلسر كوارتز، كيف حالك؟ عندنا مكان لك، نحتاجك اصلا، نحتاجه، جيبه يا رجال. والله اني دخلت متاهه الزبده، والله اني دخلت متاهه، الله يستر. طلعوني تكفون، والله احس اني ضعت. يا الله والله اني شبت يا عيال صدق، ما شلون اطلع. اوكي يعني ورا الشلال حاليا ما في شيء جديد، والدنيا ظلمت. ايش فيه؟ والله الدنيا ظلمت. خل نروح عند مين؟ نروح عند جهة بيتنا. انا بروح عند هذا، ما ادري وش هذا العلامة البيضاء، ما ادري وش هي. هل يكون هذا، تشوفون هذا الشعار، لا يكون هو اللي جوا السفينة اللي ركبنا فيه البطارية، تذكرون اول قبل حديث وما ادري وش هو. ولا ما دخل؟ لا والله ما دخل. وش ذي؟ وات؟ هذا بيتي على اليسار. يزين البيت والله انه حلو. ايش هذا بعيد مرة يا عيال؟ والله بعيد مرة شكله. بروح له ما ادري. خلينا ننزل اغراض اول بعدين نروح له. لا تنزل اغراضه بس، لا نبغى نصنع يا ابوي. المشكلة ما عندي ولا استرج فاضي، كل استرجاتي فل.
الله يخرجك بلع وراك. طلعت صوت في اذني كذا فجاه وانا اشتغل، ما عاد ابي ذا. خرشني الكلب. بسم الله. اتوقع الحين اقدر اسوي الهيتر الجديد تير 5. حلو والله، اللي معنا كلهم تير 4 الظاهر. يخرب بيسك كبير. او تير 6 هو اللي معنا، والله ما ادري. شوف هذا اللي معنا اول، ما اقدر احطه من كبره. هي ايش فيك انت؟ اوكي بحطه فوق هناك. شوفون عند ريك اللي فوق، الا سويته قبل، ما تشوفون اللي فوق هو نفسه مسويه قبل انا الظاهر. يا ما ادري نفسه هو ولا لا. لا مو نفسه، لا مو نفسه، مو نفسه. اصبروا يا رب يركب يرحم الوالديك. والله ما في مكان. وش ذا؟ وش ذا؟ وش ذا الهيتر؟ اوكي التي تي اي لسه ما قاعد تزود بسرعه، معناته والله واحد ما يكفي. بس انا تدري المشكله، خايف من الطاقه عندي تخلص. طيب فعشان كذا نحتاج شيء، هذا نحتاج هذا بلسر كوارتز يحتاج ليت مجمع التو. طيب خلنا هلا بالفراشات، خلنا نروح لهذاك العلامه نشوف ايش سالفتها. ليت تكون شيء بايخ تكفون، ما اذكر ما... لا ما كانت فيه قبل. يعني هذه العلامه انا مسويها الحمراء تشوفون هذيك، وهنا عند بيتي ظهر انا مسوي واحده زرقاء بس ما ادري وينها. لازم ندخل نروح يلا ليتس جو. نيو بلو برنت ريسيف باترفلاي ديسبلاي بوكس. اوكي هذا بس ديكور يعني. يال انا قاعد ابعد عنه ما قاعد اقرب منه، ايش فيه؟ ايوه وش الطريق ذا؟ لا تكفى لا تقول لي جلتش. ايوه شكلي والله اني قاعد امشي في مكان المفروض ما امشي فيه. يب يب لقينا جلتش في ال وش ذا؟ انا وين رايح؟ نكتشف سوا يا عيال. هنا اختصار. ايوه يا رب اني اقدر اطلع، بس خليني برقب من فوق الجبل. لو رحت يمين ظهري يرجعني للبيت. يكون هذا اللي في الحفره، في الحفره شلال في دوده هنا ناشب تشوفونها، وانا نشبت معها ما اقدر اعدي تحت الارض. شو السالفه يا عيال؟ وشو ذا؟ طب هل معقولة من تحت الموية؟ هذا شلال طبعا ما في شيء بس شكل، عاد ما ادري الحين اضافوا شيء ولا لا. والله صوتك عالي. ولا ابوي الظلام اللي دخلته فجأة. طيب وين الأماكن الجديدة؟ خليني أشوف أماكنها. أشجار قاعدة تطلع. يا حبيبي والله من بعيد حسبته فواكه. هذا كهف إريديوم الظاهر ياب. هلا والله. كيف حالك يا صديقي؟ في المنطقة اللي تو السوداء يا هنا، هذه أحد المناطق الجديدة صح؟ هي والشلالات وحقت المشروم، والحقة المشروم إذا ما خاب ظني كانت هنا. أوه أوه لا 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 روح روح يلا 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 بس يلا. فلسر كوارس ذي يا أبوي والله ما تتفوت، والله ما تتفوت. وين وين بوابة المشروم؟ اذكر انه كان تحت الارض. يا حبيبي في اشياء مره حلوه هنا، الزبده وجانا اعصار. انا فاضي ابغى اشوف اصلا. ايوه الظاهر انه هنا. يب هلا والله. فاتوقع هنا اضافوا في المنطقه الجديده اضافوا اشياء. واو 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 اي والله شوفوها جوا يا عيال. الا والله جوا شكلها هنا. طبعا هذه المنطقة جيناها احنا في واحدة من البثوث، اللي ودي يروح يشوفها تلقى بث محفوظ في عندي في القناة. والله كل الأشياء هذه هنا حلوة صراحة بس ما في مكان. تكفى قول لي إنه تحت هذا هو اللي أبغاه اللي تحت الأرض. إي والله. وات؟ أتكلم أحداثيات أصبر بصورها بجوال. 464 بعدين 40 على 97. وات مفتاح ذا 464 على 40. اوكي 400 لو يعني كنا اتجاه الشلال، ما اتوقع انها تحت هنا صح؟ 40 97 يعني فوقنا. اوكي اوكي خلينا نروح ندور هذه. يب شكلها في جهه الشلال. يا الظاهر لازم نطلع من الكهف ذا ونروح لها. ما اتوقع انها تحت هنا بس اوف 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 لقينا مفتاح هنا الظاهر. اوكي بطلع بدور برا. شوفون تحت على اليسار الاحداثيات تحت الاكسجين. يب شوف اتوقع ان اتجاهي صح، قاعد ينزل الرقمين كلهم ينزلون. ها
هذا الارتفاع بس. اوكي اوكي اللي في الوسط هذا حق الارتفاع. طب حنا نبغى على اليمين وعلى اليسار اجل. اها تعال انت معليش احتاجك. صح اني لقينا مفتاح خارق بس تعال بيك. شكله والله واعلم عند الشلال. هو هنا الشلال صح؟ يب ظهرنا عنده والله. شوفوا انه اللي تحت 400. لا والله اني ما ادري وين ضيعت صدق. وجبت العيد ولا ما جبت العيد؟ او يا يا جبت العيد يا يا عارفين طلعنا كرشنا. لا يكون تحت الارض البوابه. ظهر تحت الارض صدقون. يا 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 ظهر تحت الارض عند المشرم نفسه. مشينا انا مش مطلعني برا قاعد ادور. اوكي هنا كنا مسويين غرفه عشان نتنفس. هذه اي والله هذه وات احطها. يا عيال يا عيال هذا طريق الجحيم. لا لا شكرا. تشبه البوابة اللي فوق عند سوبر الوي صح اللي شفناها في بداية الحلقة. تشبه لها مرة نفس الخط. وات السلام عليكم. السلام عليكم. في أسرار هنا يا أبوي. طفطف الفلاش. كان متاهة. أيوة. مسج after all these years, all the suffering. بعد كل هذه السنين وكل هذا التعذيب. واردن. قررنا إن نمشي ونترك منزلنا. يعني أهل البلد هذه تركوها وراحوا انحاشوا من هذه المدينة عشان يبنون حياة أخرى. What؟ يقول انحشنا من التيرور من رعبهم. إيش في؟ مين هم؟ هل أهل المدينة هذه انحاشوا منها؟ هذا الواردن. إيه والله هذه بعد رسالة ثانية من الواردن. يقول في البداية إحنا انتهشنا من التشابه. كنا تقريبا نسخ من بعض. يعني جو كائنات تشبهونهم. ظهر إحنا بشر. هم بشر وإحنا هل هم بشر؟ في الغالب بشر. سيليستشيل بوديز. وعشان أجسامنا سيليستشيل. وش معنى سيليستشيل؟ تشابه مع أجسامهم هم. يتكلمون عن مين؟ هل يقصدون إحنا؟ وحتى تطورنا كان متشابه. كان مثل ما تقابل ابن عمك أو يا أحد أقاربك. Brothers, they have called us. يقول نادونا سموانا brothers أخوان. يقول فروقاتنا الوحيدة كانت مدفونة في الداخل. واضح اللي جوهم كانت نواياهم خبيثة. يا حبيبي أتوقع أنهم يشبهوننا يعني كأنهم بشر وجو بشر آخرين وجلدوهم. أوه أحداثية الثانية. Come on man. كمان مين؟ ما في شيء ثاني. 900 أو 900 هذه عد ولا 68 ارتفاع يعني برا. أوكي أوكي هذه برا هذه برا. وألف وسبعمية وأربعة وأربعين. شا حبيبي شكل هذا عند جهة بيتي السمر هاوس حقي تعرفونه. شكله عند ذيك المنطقة. وين وش فيه؟ وااا تشوفون السفينة؟ تطير لها. ما اقدر استخدم حق الطيران حقي ولا كررت لها. في دودة هنا. ايش جابك هنا انت؟ واو هذه سفينتهم الظاهر. يعني احنا جايين عالم ناس منحاشة منا. كمان مين؟ اوكي خل نروح الاحداثيات اللي اعطوناها. 900 على 1000 تقريبا او 1000 وشيء. خل نشوف. يا 960 على 1700 والله. كومن. وات؟ نطلع يعني خلاص. يا حبيبي وش الغدرة اللي جايتهم؟ ارجع لي مفتاحي انت يا بزر. اوه مقفل قهر. كنت برجع. هذه ظاهر الدودة كويسة صح؟ باترفلاي فيوتشورا. تعال تعال انقلنت 800 والله شكلها مرة كويسة. الا ذكرت قلتوا لي في البث اذكر بعد. طيب مشينا. اوكي انا متاكد الحين ان المكان اللي بنروح له بيكون خارج المنطقه هذه. لان الاحداثيات اول شيء في مكان مرتفع هنا. اشوف كم اللي في النص 11. يب سالب 11 بعد. الحين بنروح هنا فوق 70 الظاهر. يا 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 واضح هنا الجهه الثانيه.
جهت بيتي وورا، قلت لكم ضار عند بيتي بيت السمر هاوس حقي. يب ضارنا في الجهه ذيك. بحط الاغراض اول وارجع درون بسوي تليبورت، هو قريب من عند التليبورت حق الظاهر المنطقه اللي بيها. انا اتوقع اذا مكاني صدق صدق صح، او خلاص سوي تليبورت نشوف الاحداثيات اللي عند التليبورت حقي لانه قريبه من البيت اللي انا سويته. طيب خلينا ننزل اغراض اول. يا حبيبي البشر اجرموا في خلق الله كلهم الظاهر. حبيبي عطني اكل تكفى. شكرا. 1400 الف على خلينا نشوف. يب 1700. يكون البوابة اللي جوا. اي والله كيف اني ما انتبهت لهذا الشيء اول ما جينا بداية الحلقة. يا الله بسم الله مستدين يا عيال. البوابة واخيرا فتحناها. كيف الاخراج السينمائي؟ افتح سمسم. خلاص يكفي والله، اقدر امشي يكفيني والله. اوكي خذ راحتك يا حبيبي. اخيرا خلص. شوف 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 شوف. ايوه خرجت نوايا احسن صح. يب بسم الله. هلو والله. ايوه ودي انزل بس خاف اني قلتش والله ولا عاد ارجع. تدرون مشكلة ما ادري خسوي سيف. ما ادري لو مت شو اسوي الصدق. اوكي خلينا نخلي اخر شيء. مرة عندي تليبورت حقي اصلا اقدر اجيب بعدين اشيك على الحفرة اللي تو. بس انا قريت في التهديد ان في مكان سري، فعشان كذا قاعد ادور اي شيء كذا غريب واحاول ادخل فيه. هلا والله. كومن لاربا يمين ويسار. يمين درب الغنمين بس يسار في شيء. ايوه مفتاح برضو. ما في احداثيات فالظاهر اني جوا هنا. ابدا ما عرفوا يخبون المكان صراحه. وش المفتاح الكل هبدا بيقدر ياخذه؟ اخ يا عيال ما اقدر اطير. قهر قهر قهر. يا حبيبي ايش المستعمره ذي اللي تحت الارض؟ مستعمرة كاملة تحت الأرض؟ كمان مين؟ شوفوا بيوت بانين بيوت يا عيال. جينا نشوف فيه حق مفتاح. اوه اقدر ادخل. لا متاهة هذي. في درج. هلا والله. ايوه وش ذا؟ رسالة ووردن بعد يقول نحتاج نلجي الطريقة أننا نتجنب رؤيتهم مرة أخرى اللي هم البشر الآخرين اللي هم إحنا الظاهر. يقول يعني حتى عندهم كذا رغبة في التدمير. يي والله صح لسانك يا الوردن. جب 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 هذا صندوق ذهبي ترى. نقرع. أوكي إضار مبنى ذا خلصنا منه بس دور واحد. يب وف في المستعمرة. ايوه ما اقدر اضغط شيء هنا. بس معي مفتاح وين استخدمه؟ هلا والله. ليش في خشب؟ مين بني خشب حول البيوت هذه؟ يعني الناس قدروا يبنون ذا الحجر ليش حاطين خشب؟ اي ما في طريق. اوه ما اقدر ادخل المبنى ذا يقرب القهر. السلام عليكم. في هنا مدخل بس في هنا فوق رسالة الظاهر. يب لا والله الا والله رسالة يا عيال. كنت مغير الذا ما كنت اقدر اضغط. يمكن لازم انزل تحت نجرب اقدر اضغط ولا لا. The device is working as intended. يعني في جهاز سووه يقول انه يشتغل زي ما نبغى احنا. يقول اذا قربوا اللي يسمون نفسهم بشر راح نسحب طاقة السفن حقتهم ونحرمهم من التواصل. يقول على الاقل راح يعطونا مئات السنين بالهدوء. طبعا انا ودي انزل اشوف اللي تحت هناك اول. فول دامج. اوه يا اوه شيت نسيت ان في فول دامج. اوه شيت اوه ناسي على راني ناسي متعود اني اطير.
ايوه عط مفتاح. اتسورتت جاع صار يبوي كل لا نطيح مره ثانيه بالغلط. اوكي بسم الله. السلام عليكم. هذا السلاح لا شكل هذا هو السلاح. اي والله شكله هو السلاح. وات طيب وش اسوي بال ما ينفتحين؟ شو اسوي فيهم هذول؟ وات دخلت. لا نشبت يا عيال. طحت بالغلط يا عيال. اوه شو في طريق فوق هناك. شوفون جهة ذيك، شوفونه. يب في طريق من هنا. ايوه هذا الطريق. من وين جابني ذا؟ هذا من وين يجيبني؟ وات شفتوها دم يا شو تكفى. هديات جديدة 2500 على 2500. والله العطش عندي. يب I'm dead. Oh he's dead. اوكي بحاول اطلع. اتوقع اني بموت، ما راح ماني قادر اطلع لاني ميت عطش. الا لو لقيت مويه، اقرب مويه بس اشربها على طول جغمه كذا سريعه، بروح للاحداثيات الجديده اعطوني اياها. بس مره عندي الحين مفاتيح مره كثير، ثلاثه too much. يب he's dead. يلا ما عليه باخذ تليبورت واجي. اكل لو سمحتوا بس للطريق، لاني طحت 20 مرة. اوه اغراضي معي، ما اخسرها ولا خسرت بعضها. برجع لما انا وصلت. ايوه هذه هي. وشو؟ اوكي ما والله ما خسرنا شيء، ما يسوى الجاية. طيب مشينا الحين لاحداثيات جديدة اللي هي كم؟ 1500 على 2500؟ 1000 على 1700. لا مو هذه، هذه القديمة. 1500 على 2500 يب. اتوقع انها عند بيت الصيف. انا حسيت بيت السمر حقي فيه شيء. قايل لكم ما تصدقوني. احس السمر هاوس حقي ما بنيت عبث. انا عندي نظرة مستقبلية. تشوفون السمر حقي سمر هاوس؟ تشوفون بين الاشجار؟ هلا ابوي هلا بالحلو. اوكي والله ياهو حلو البيت ده مرة. يا شوفوا الطبيعة اللي حوله، بس شو اني زرعت شجر حوله قسم بالله. تعال عطني اكل انت. شو اني زارع اكل بعد هنا. هذا وشو؟ انرجي بس. طيب 2200، احنا نبغى 1500 مره قربنا يعني. والارتفاع 109 يعني فوق هنا. ها والله قربت منه شكلي مره. على ارتفاع 106 109 الارتفاع، يعني نفس ارتفاع ذا. اوه هذا ثلاثة لازم، عشان كذا جمعنا ثلاثة. كم اون مان. وش السالفة؟ الحجر كم ينزل الأرض؟ ايش فيه؟ ديم كان الليل. يب انتظر النهار احسن. خلينا ننتظر النهار يا عيال، خف يكون عالم خارجي. اوكي كان اشرقت الشمس. يب بسم الله. افتح لنا الطريق هذا. هل هو اختصار؟ شوف في اثار حقتهم ولا مكان صدق مقدس لهم؟ يا حبيبي في اشجار بعد هنا. الحين معطيكم ترى الجو السينمائي. اوكي قفل اللي يطير، ما اقدر اطير الحين للاسف. واو دخلنا عيال. لا عاد تستهبل، مدينة بين الجبال عندما نهار. واو في جسر حاطين. شوفوا اللي يتحرك فوق. تعال هذه مستعمرتهم. وات والله مستعمرتهم يا حبيبي. تصدقون نظار الخشب هذا البشر هم مسوينه؟ وشوف اللي فوق حقت المويه قاعد تمشي. والله يا
جميل المكان يا ولد. شو عندكم هنا؟ رسالة الوردن. خمسة؟ من أجيب لك خمسة؟ Once we lived يعني في مرة عشنا. شكل ذبحوهم. معقولة إن في هنا لغز لازم نجمع خمسة؟ لا صدق كم واحدة تبي؟ عفواً كم واحدة؟ ما تعيد تاني. خمسة. فريقني شو نجيب لك خمسة أنت؟ أوه هنا واحدة. أوه شكل كذا سهلات يعني. وش ذا المكان ذا؟ في طريق من هنا؟ أعطونا واحدة ثانية تكمل عشان أحس إني ماشي صح. إيش في ذا؟ إيش في شمس هنا؟ وات أنت الطريق؟ لا بلا استهبال. يعني ركضتي هنا على الفاضي. أوه أقدر أتسلق ذي صح؟ ذكرت. أي والله تسلقتها. حلو والله. بقينا ثلاثة. شوف حق الماي كيف جاية. بس واحدة معقولة أنزل خلاص؟ أوكي خلاص. شو تبي بعد؟ أوكي هناك في طريق. شوف هنا خروج الجهة الثانية. هنا لقينا اثنين. واحدة من الجهتين راح يكون فيها ثلاثة. يا هذه الجهة فيها ثلاثة وفاتتني واحدة منهم لأني ما لقيت الثنتين. يا الجهة الثانية فيها. فنروح نشوف. أو إنه في النص يمكن وأنا ما انتبهت لها في طريقي. ترى من رجع ممكن يحطونها قدام عينك ولا تشوفها يعني. تصير. ايوه هناك نتسلق. هذه واحدة شوف والله قايل لكم تلقونها كذا قدام عينك. بقي ثنتين يرحم لوالديك. اي طولت وانا اتسلق اعطوني شيء. بليز. ثانك يو. بقي الوحدة. وين القى هذا الوحدة؟ وين فوق هي؟ ما اشوف فوق شيء. انا بشيك ورا بعد يمكن يكون ورا وانا ما ادري. بقينا واحدة بس وينها؟ اين انت يا ترى؟ اظهر ياباني. هذه يا الله يقرعك. مزبنينا هنا يا عيال. جبناها الخمسة كلها. ايوه ندخل جوا. توقعوا نلقى بشر متخبيين؟ لا ما اتوقع. اتوقع خلاص انتهت حياتهم. بسم الله. واو وش ذا الابديت القوي يا عيال. هذه كانها يد وهذه يد. كان واحد واقف فتح لي الطريق. شكرا. اوكي اشجار داخل علي ما شاء الله كلهم نفس السيب. وات جنة دي يا هذه جنة دي. واو. رسالة أخيرة. Once again a calamity befalls our people. يقول لو كانت رؤيتنا صحيحة أو توقعاتنا صحيحة يقول في ميتور اللي هو ظهر كويكب أو كوكب راح يصدم البلانت أو الكوكب هذا اللي احنا فيه وكل مدننا وبيوتنا راح تتدمر. كل فنوننا وتقاليدنا تختفي. يعني هم يلقونها من البشر ولا يلقونها من ذا الميتيور اللي جاي. هو ميتيور يعني كويكب ضاره ونيزك قدرك. يقولش الهدف من الهروب إذا كان الموت يلاحق بشراها. يعني فيني بشر يلاحقوني نيزك لأني خاصة شنحاش. Our story will disappear under the ashes of flames and dust. قصتنا راح تختفي تحت النيران والرماد. يا حبيبي تركين كنوز هنا بعد. حبيب قلبي والله كلها ابو كلب. 1500 جيب يا مدير ثنتين بعد. يا حبيبي والله عظم الله اجركم. ما ادري ايش اقول لكم الصدق يعني بس شكرا. يا حبيبي يب ماتوا اهل البلد مثل الفراشات هذه. عاشوا حياة جميلة وحان وقت نهايتها. راح نوقف هنا. إن شاء الله عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تشتركوا في القناة. حط لايك إذا كنت مقتنع. سلام.